حقيقة سلسلة الهجرة من السلاسل التي يمكن أن تعجب، هل فيها إعجاز؟ هل فيها أسرار؟ هل فيها شيء في دنيا الخلق يمكن أن نقف أمامه طويلا نتحدث فيه؟ هذا ما سنحاول بمشيئة الله عز وجل توضيحه. حقيقة يعني نتكلم عن حلقات إن شاء الله عز وجل، يعني في حاجة اسمها الإعجاز في التأريخ، التأريخ بالهجرة، تأريخا تحط همزة على الألف، يعني كيف فهم الصحابة بعبقريتهم ونورهم واختيارهم وفهمهم لهذا الدين أن يختاروا الهجرة مبدأ للتاريخ الإسلامي وليس مولد النبي صلى الله عليه وسلم وليس موته وليس بعثته وليس بعثته، بمعنى أن كل هذه يمكن أن تكون كما كان في أهل الكتاب من قبلنا فرصة للتأريخ للأحداث الإسلامية الكبرى، ولكنهم بتوفيق الله لهم وبالنور الذي قذفه الله في قلوبهم اختاروا الهجرة. أعتقد على حسب ما قرأت أن صاحب هذه الفكرة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لماذا الهجرة اختاروها؟ ثم سلسلة من أقوال المناوئين لهذا الدين وهم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا نتحدث بمشيئة الله عز وجل عن الإعجاز التنبؤي لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف تنبأ هو في مرحلة استضعاف غريبة، تنبأ بشيوع هذا الدين على مناطق بلغها الليل والنهار. ثم سنتحدث عن بعض لمحات من كتاب القرآن المذهل لجاري ميلر، يعني إن شاء الله واحدة واحدة كده ماشيين حسب ما يبارك الله في الوقت. أرجو أخي الحبيب أن تفتح القلب، أنا لن أتحدث بمشيئة الله عن قصة الهجرة وعن أخذ رسول الله بالأسباب، ولا عن حادثة الغار، ولا عن استقبال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على صحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا، ليس هذا مجالا ليس هذا مجالا من مجالات هذا البرنامج، إنما هنا نتحدث عن الإعجاز في أي شيء. أول حاجة الإعجاز في التأريخ بالهجرة، التأريخ مش التاريخ، التأريخ، يعني كيف أرخوا بالهجرة للأحداث الإسلامية الكبرى اللي هو التاريخ اللي بين إيدينا الوقت. كثير من الناس يخلطون بين التاريخ الميلادي والتقويم الشمسي. التاريخ الميلادي غير التقويم الشمسي تماما. التاريخ الميلادي ده اتفاق جماعي بشري ينطلق من حادث معين، ألا هو ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ده التاريخ الميلادي اتفاق بشري جماعي، في حين أن التقويم الشمسي، عشان بس في بعض الناس بتخلط ما بين التاريخ الميلادي والتقويم الشمسي، كل دي مقدمة للتقويم الهجري والتاريخ الهجري. التقويم الشمسي ظاهرة فلكية ثابتة، مش اتفاق جماعي بين الناس. اتفاق جماعي بين الناس بيبدلوا ويزودوا وينقصوا فيه زي ما عايزين. إنما الشمس والقمر وحسبان، يعني الشمس والقمر وبحسبان، أي لا تند فيه ذرة عن مكانها ولا مجرة عن دورانها، ظاهرة فلكية ثابتة يعتمد عليها التاريخ الميلادي
وتساوي الفترة التي يستغرقها دوران الأرض حول الشمس ثبات منذ بدء الخليقة. ده اسمه الايه؟ التقويم الشمسي. تقويم الشمس دورة فلكية دقيقة زي ما قلت وجدت منذ بدء الخليقة، ويمكن بواسطتها تحديد مظاهر كثيرة. ليه؟ إنها ثابتة مش زي التاريخ الميلادي. ظواهر كثيرة هي المواسم وحلول الأبراج ونضوج الثمار وبدء التزاوج عند الحيوانات. ليه؟ لأن هذه الظواهر الطبيعية الثابتة يحكمها قانون ثابت ألا وهو قانون التقويم الشمسي. حين نقول إن التقويم الشمسي أكثر انتظاما وثباتا من التقويم القمري، فإننا لا نتحدث ولا نروج للتقويم الميلادي كما قد يتبادر إلى الذهن. لا، هنشوف الوقت، يعني اصبر وهيأتيك الخير إن شاء الله. تاريخ الميلادي وقلنا جهد بشري، اتفاق جماعي بالكاد تجاوز عمره 2000 سنة اللي هو ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما التقويم الشمسي منذ خلق الله الشمس والقمر. إنما التاريخ الميلادي يا دوبك 2000 سنة، ده عمر ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. تاريخ الميلاد ذاته لم يصبح منتظما ودقيقا إلا بعد أن وائم نفسه مع التقويم الشمسي. أيام الإمبراطورية الرومانية كانت السنة تحسب على أنها 360 يوم. يعني عايزك أرجو أن تفتح القلب وتصبر معايا شوي، لأنها هتشوف معلومات جميلة جدا وقيمة جدا وهتستفيد منها. هتستفيد إزاي؟ هنشوف. السنة كانت تحسب أيام الإمبراطورية الرومانية على أنها 360 يوم، في حين أن السنة الفعلية زي ما احنا عارفين هي 365 يوم. ده الفترة التي يستغرقها دوران الأرض حول الشمس. إذن في فرق هنا، إيه؟ خمس أيام نقص. هم حاسبينها 360، وهي أساسا الدورة بتاعتها 365 يوم، اللي هي الفترة التي يستغرقها دوران الأرض حول الشمس. هذا التفاوت يعني نقصا قدره 5 أيام في السنة، كل سنة 5 أيام، وشهر كل 6 سنين. اتفقنا؟ خليك حافظ الحاجات دي. يبقى في نقص 5 أيام في السنة وشهر كل 6 سنين. يعملوا ايه؟ لتلافي هذا النقص أصدر يوليوس قيصر قرارا بزيادة عدد الأيام في بعض الأشهر زي ما احنا عارفين، اللي هي الأيام اللي بقت 31، هي تلاتينات. هو عمل 31 ويسيب شهر، ويعمل 31 ويسيب شهر، وانا 31، يبقى 5 في السنة عشان يتلافى النقص في السنة المحسوبة 360 يوم، حتى وصلت إلى 31 يوم زي ما شفت. في عام 1582 أصدر البابا جريجوري قرارا تكميليا يتطابق بموجبه التاريخ الميلادي مع التقويم الشمسي بشكل كامل ونهائي. كلام جميل. بسبب هذا التطابق الكبير أصبحنا نخلط بين التقويم الشمسي والتاريخ الميلادي. التقويم الشمسي الذي كان آباؤنا يعتمدون عليه في الغرس والحصاد، وبين التاريخ الميلادي الذي اتخذ صبغة عالمية منذ ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام.